الأهلي القمة اسم على مسمى، أعتقد مفيش أجمل من كده ومفيش أروع من كده ومفيش أبلغ من كده. الأهلي يجي وبعد ولاده، هو ده الترجمة الحقيقية للي انتوا شفتوه كله، هو ده التكريم الحقيقي من الأهلي الكبير لرموزه الكبيرة. شفتوا هذه الروح العالية جدا على منصة التكريم بين الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن حمدي، كل التقدير والامتنان والاحترام والعرفان والامتنان بدور الكابتن محمود الخطيب أو باعتراف الكابتن محمود الخطيب لدور الكابتن حسن حمدي في حياته. عاشرته كتير، اتعلمت منه في الملعب كتير، زميلته في مجلس الإدارة لفترات طويلة جدا، علمني حاجات كتيرة في إدارة النادي الأهلي. ثم الكلام الرائع من الدكتور حسن مصطفى إنه النادي الأهلي عمره ما بيقبل إلا الحق، ولو حد اداله حاجه مش من حقه ما بيقبلهاش، لانه بيعتبر انه اللي عمل كده مع الاهلي واداله حاجه مش حقه هيعملها مع اي حد تاني. هو ده النادي الاهلي، وهي دي ترجمه هذه الحفله الرائعه. يا استاذ محمود تابعتها ازاي؟ قول لي. لا لا لا، انطباعاتك. لا تابعتها ازاي؟ انت مليت الورق كتاب. لا تابعتها، لا يعني هي نفس المدرسه حتى في التكريم. مش عاوز تتكلم تقول كلمتين يا كابتن حسن؟ لاحظت. لا يعني عازف عن الكلام حتى. يعني ده يا جماعه هو ده حسن حمدي. حتى يعني يا جماعه ده رفض ظهور ابنه، يعني ابعد حسن حمدي اسرته، وكان بامكانه زي اي حد تاني. على فكره الكابتن شوبير كان متفق مع تيمور حسن حمدي ان تيمور هيطلع على المنصه يتكلم عن الكابتن حسن وعن بعض التفاصيل الشخصيه. لكن الكابتن رفض. يعني رغم المحاولات في الفتره دي رفض. وتيمور قاعد. وتيمور قاعد موجود، هو والاسره بالكامل موجودين على فكره. هو ده حسن حمدي. راجل ما بحبش الكلام الكتير، لكن يعمل بجد واخلاص للي وصل فيه النادي الاهلي على مدار السنين. تقدر تقوله وترجمه في اللحظه زي دي، انه حتى في هذه اللحظه ومن حقه انه يعبر وابنه يظهر ويتكلم ويقول عن حاجات في ممكن احنا ما نعرفهاش، لكن حسن حمدي اصر وتمسك بالموقف وعزف هو شخصيا عن الكلام واكتفى بالتكريم، وعزف ابنه ايضا انه ما يتكلم. حسن مصطفى بقى النهارده يعني اكتشاف من وجهه نظري. يعني السؤال اللي انت سالته لي هو جاوب عليه. الاوروبيين بيقولوا له ايه؟ خليك معانا. خليك معانا. قال لك انا في الجمعيه العموميه الاخيره اهو جري ورايا، قال لي لا لا ما تسيبش الاتحاد الدولي. طيب لو كان هذا الرجل كما يحاول ان يصور البعض البعض ويضلل الرأي العام وينقل آراء وكلام غير صحيح، كان ممكن نستمر رئيس الاتحاد الدولي كله؟ لا طبعا. طيب لما يدعو النهاردة طالب الكابتن محمود الخطيب بتبني مبادرة لتهيئة هتكلم معك فيها لتهيئة الرأي، يعني لتهدئة الرأي العام الرياضي في وتنقية مصر الأجواء وتنقية الأجواء والعلاقات، ده دي تعكس إيه؟ معناها إيه؟ المسؤولية. المسؤولية اللي هو الهدف اللي إحنا شايفينه ده النهاردة يا جماعة، دي حاجات من الحاجات الجامدة جدا. يعني حاجات تشوفها في اوروبا. تكريم بهذا الاسلوب الكلاسيك الهادي الشيك الانيق الراقي بيمثل لك جسدك انه بلدنا حلوه، بلدنا فيها حاجات كتير، واللي عملته بلدنا في الفتره اللي فاتت في الرياضه من كاس العالم لكره اليد وتحدي الصعاب وتبني المسؤوليه، والرئيس بيدي توجيهاته ووزير الشباب والرياضه عمل جهد، والاتحاد الدولي ابهر وقال كلام ما فيش دوله في العالم تنظم بطولة في هذه الظروف. تنظيم كأس الأمم الأفريقية، ملاعب ضخمة، إنشاءات، ده أحد نتيجات هذه المرحلة. هذا التكريم تكريم للقيمة والقامة، تكريم للوفاء والوفاء بالعهد، العمل بإخلاص، ده كان نتيجته يا أستاذ إبراهيم. طيب هنطلع تاني لمعهد الموسيقى العربية، حيث هذا الحفل الرائع جدا في رموز النادي الأهلي وتكريمهم. الزميل فاروق صلاح معاه العميد محمد مرجان. قناة النادي الأهلي في كل مكان تتوالى احتفالات النادي الأهلي واعتزاز النادي الأهلي وافتخاره بأبنائه. يعني احنا معانا في هذه الأثناء العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستادات وواحد من أبناء النادي المخلصين. سيادة العميد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبنقول تتوالى اعتزاز النادي الأهلي وافتخاره بأبنائه. النهارده موجود بتشهد تكريم اثنين من أبناء النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي، دكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. أعتقد الاسمين في عالم الرياضة المصرية وفي عالم النادي الأهلي أعتقد أسماء بتكفي عن كثير من الكلام. طبعا كل الاحترام وكل التقدير، وشوف أنت قلت في عالم الرياضة المصرية، وهو ده أهم حاجة. يعني هم قدموا من خلال النادي الأهلي للرياضة المصرية كتير،
كابتن حسن حمدي قدم في مشوار تاريخه في عمره كله في الرياضة المصرية كتير جدا من خلال مكانه في النادي الأهلي. دكتور حسن مصطفى من خلال برضه كان مكانه في النادي الأهلي وانتمائه للنادي الأهلي قدم للرياضة المصرية، بل بالعكس كمان للرياضة كمان العالمية. ويمكن هو قال في كلمته النهاردة، النادي الأهلي دايما بيعلمك المبادئ، بيعلمك أنت إزاي ما تتجاملش. هو أحلى قال كلمة جميلة جدا، مفيش حاجة اسمها خصوم في الرياضه، في حاجه اسمها منافسه في الرياضه، في حاجه اسمها النهارده احنا كنا كلنا بنلعب رياضه، الكسبان بنقول له الف مبروك، الخسران بنقول له هارد راك، وبيشتغل على نفسه تاني عشان يبقى هو ده الافضل، وفي الاخر كله اصحاب. يمكن هي جت الفتره الاخيره او فتره لازم كلنا يعني نقف ونفوق ونرجع تاني، عشان كده دايما احنا بنقول لازم نتمسك برموزنا، لازم نتمسك بالقدوه الحقيقيه في الرياضه. النهارده لما دكتور حسن مصطفى بنفسه يقول ما فيش حاجه اسمها خصومه في الرياضه، في حاجه اسمها تنافس في الرياضه، في حاجه اسمها مكسب وخساره، وفي الاخر لعب، احنا بنلعب مع بعض، بنلعب عشان خاطر بنحافظ على صحتنا وبنحافظ على حياتنا وبنحافظ، وبالعرض دي بتعلمنا كل حاجه. فليه مش عايزين، عايزين برضو زي ما قال كده تبقى مبادره فعلا، مبادره يبقى فيها نبذ التعصب، مبادره يبقى فيها بس مبادره حقيقيه مش مبادره كلام، مبادره كل واحد يجي على نفسه عشان نرجع تاني الرياضه المصريه. هنوصل والله، هنحقق وهنحقق كويس قوي بالقصه دي. عمرها ما كانت الخناقات هتوصلنا النتيجة. منتخب مصر محتاج كل عنصر في كل نادي يبقى واقف بيفيد منتخب مصر، لان كلنا هنلعب رياضه عشان خاطر مين؟ شكرا، وعشان خاطر المنتخب. انا عايز بلعب في النادي بتاعي عشان خاطر اوصل للمنتخب، ده التارجت بتاعي، انا اكون لاعب في منتخب مصر في النهايه. فلازم نتذكر ده كويس جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل الخطوات اللي بتحصل اللي جايه ان شاء الله في مجال الرياضه نرجع نسمع تاني اللي ما بقاش فيه اي خصومات، ولكن في تنافس شريف، في ناس اللي بيكسب بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك، وناس يبقى في تبادل زيارات في الانديه وفي البيوت بحيث كل ده يدوب، لان في اجيال محتاجه هذا الكلام، في شباب صغير محتاج هذا الكلام. اعتقد مشهد واعتزاز كبير لما تلاقي رئيس سابق بيقلد من رئيس حالي، اعتقد ده مشهد كبير جدا ودروس كبيره جدا، اعتقد من النادي الاهلي احد المؤسسات الوطنيه الكبيره. هو طبعا يعني كابتن محمود الخطيب بيشكر فيه، لان كابتن محمود الخطيب فكر في هذا الكلام، وكلنا كنا بنفكر هو ليه احنا نكرم بعد الوفاه، يعني ما احنا نكرم ناس رموزنا موجوده، ما نكرمهم. انت ابتديت تكريمك بالمستشار محمود فهمي، وكان اكثر من يستحق التكريم برضه في تاريخه العملي وخدمته للنادي الاهلي بلا مقابل، وحاجات كتير جدا جدا. طبعا يعني اللي له حق التكريم كل التكريم من الاجيال الصغيره لغايه طبعا الكبار بجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، كابتن حسن. كابتن حسن استحمل كتير جدا جدا جدا. كابتن حسن حمدي احنا اتعلمنا منه كتير، اتعلمنا منه ازاي يبقى في صدق، اتعلمنا منه ازاي في قرار، اتعلمنا منه ازاي اللي انت زي ما هو اللي تسمع كويس عشان تعرف تاخد قرارك بشكل كويس، وقرار بلا شخصنه، قرار يكون لكل المواضيع، حتى لو انا زعلان من اي حد، ولكن في الاخر الصالح العام هو اللي بيأدي وبيوصلك في الاخر للنتيجه. النهارده كابتن حسن حمدي يمكن وهو رئيس النادي الاهلي او هو في منصب اتهاجم كتير جدا. كابتن حسن حمدي كل الناس قدرت كابتن حسن حمدي بعد ما ترك المنصب. يعني ايه قيمه وقامت كابتن حسن؟ عشان كده انا بالنسبه لي شخصي كابتن حسن بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا، لانه يمكن اول من قدمني فعلا للعمل التنفيذي او العمل الاداري، وكنت لسه عندي 37 سنه وكنت دايما بقولها، وهو راهن على الشباب. كان وقتها في ثوره، وكان وقتها في راهن على الشباب وراهن، قال لك لو نجح اهو كادر، ما نجحش ادينا عملنا تجربه. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، اتمنى اكون اللي انا اديت القصه دي. وهم بصراحه ربنا كابتن حسن، كابتن الدكتور حسن مصطفى، كابتن محمود الخطيب، اي حد في مجاله قدوه بالنسبه لنا. وخلي بالك في كده برضو، يمكن هو عشان نادي الاهلي، لكن في كل نادي وفي كل لعبه وفي كل المكان في مصر في قدوه، ازاي يبقى عندنا قدوه محترمه يتجمع حواليها شبابنا. فيا رب يا كريم. عايز ارجع من كلام حضرتك ل 48 ساعة والمؤتمر الأخير للكابتن محمود الخطيب، قال كتير منكم ما يعرفش محمد مرجان عمل ايه للنادي الأهلي، وكلمة كانت طالعة من القلب للكابتن الخطيب. أنت عارف الكابتن الخطيب لما بيتكلم بالقلب بتبقى طالعة كلمة صريحة، محدش يعرف محمد مرجان عمل ايه عشان خاطر النادي الأهلي. طيب شوف، بعد كل ده وبعد اللي احنا عاملين نشوفه، وبعد أنا ما عملتش حاجة،
انا عملت الواجب اللي انا اعمله. في ناس احسن مني كتير جدا جدا والله خدموا النادي الاهلي، وفي ناس احسن مني كتير هتخدم النادي الاهلي وبتتمنى تخدم النادي الاهلي. فانا يعني هي كلمه كبيره مش عايز اوقف عندها، ولكن انا هرجع اقول تاني، انا عملت شغلي وعملت اللي كان مطلوب مني، اتمنى ما اكونش اكون قصرت، والحمد لله يمكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني من خلال هذا الكلام اللي انا اكون متواجد في مكان مسؤوليته اكبر، مكان مسؤوليته لازم اكون على مسافه واحده من الناس كلها، مكان مسؤوليته بتوصل اللي انت اتعلمته وخبراتك في المكان ده في النادي الاهلي، المكان اللي انت فيه النهارده مسؤول، المسؤوليه تحتم عليا كل الخبرات اللي اتعلمتها اطلعها في المكان ده. فربنا يكرم. هرجع اقول تاني، انا بشكر كابتن محمود الخطيب لانه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وقريب ليا وقريب للقلب جدا، وشفنا ايام مع بعض كتير الحمد لله رب العالمين. ولكن اللي انت بتشوفه النهارده في ناس عملت احسن مننا كتير، احنا ما عملناش حاجه ولسه بدري عقبال ما نبقى زي كابتن عادل القيعي، زي كابتن محرم، زي المهندس شمس سعيد، زي يعني في كتير لسه بدري. عايز اختم مع حضرتك بنقطه في غايه الاهميه، وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، وانا شايف ان مع حضرتك شريكه نجاحك، واعتقد ان ليها جزء كبير جدا من نجاح العميد محمد مرجان. وقت التكريم موجوده معاك النهارده في تكريم القامات الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى، حريص انها انك تقول مش انا لوحدي، مش محمد مرجان بس. شوف انا زوجتي بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا، زوجتي بالنسبه لي يمكن انا اعرفها من زمن، والد زوجتي كان برضو اللي هو محمود عاطف رزق كان مدير النادي الاهلي، كان الراجل ساعدني وقتها برضو اللي انا من النادي الاهلي دخلت كليه الشرطه، فبالنسبه لي هي شريكه مشوار، شريكه كفاح، بتشوف معايا ايام كتير. قمه الفخر يا محمد بين حضرتك وانت بتتكلم بتستعرض بتفتخر بالامور اللي حصلت ما بينك وما بين الاسره واسره زوجه حضرتك الفاضله. خلي بالك هي يعني اي البيت الزوجه والام هي اللي بتطلع الجيل، هي اللي بتربي الاولاد، فاهم؟ احنا بنبقى دايما مشغولين، دايما بيبقى عندنا مش موجودين، مين اللي بيتابع وبيذاكر وبيروح وبيجي؟ الام. فانا ما اقدرش انكر دور زوجتي في الحياه، واي واحد اسرته ناجحه هي زوجته الاصل البيت الام، يعني انت النهارده الوالده هي اللي بتربيك، فعشان كده ليها فضل علينا الام، يعني لازم تبقى معانا على طول في كل مكان. يعني بشكر حضرتك ودايما موفق، وننتظر من حضرتك ومن شركه السادات الكتير للرياضه المصريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات. يوم جميل، يوم في حب النادي الاهلي وتكريم اثنين من قامات النادي الاهلي، كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى. هو ده النادي الاهلي، وهو دي زي ما بنقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا. شكرا يا فاروق، وشكرا للعميد محمد مرجان اللي جسد كمان مقوله اجيال بتسلم بعض. يعني شوف العميد محمد مرجان بعد مسيرة عطائه من خلال مدير عام أو المدير التنفيذي للنادي، يقول لك أنا ما عملش حاجة، أنا اديت واجبي للنادي الأهلي، واللي هيجي بعد هيدي، واللي قبل مني إدى. هو ده مفهوم النادي الأهلي يا جماعة، في توالي الأجيال وتعاقبها، وكل جيل بيسلم الجيل اللي بعده. فاروق صلاح سلم كمان سالة حامد علشان يكون معاها المحتفى به الكبير الدكتور حسن مصطفى. من جديد طبعا برحب بك يا استاذ ابراهيم، واكيد بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين معاك طبعا في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وتكريم طبعا النهارده اثنين من رموز يعني طبعا النادي الاهلي واساطير كبار طبعا زي دكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات يعني لقاء مهم جدا مع الدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وواحد من ابناء النادي الاهلي. دكتور حسن طبعا في البدايه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك واهلا بقناه النادي الاهلي. دكتور حسن، طبعا النادي الاهلي ما بينساش ولاده، والنهارده التكريم طبعا بيمثل لك ايه؟ وعايز اعرف شعورك النهارده وكابتن الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيمنحك قلاده النادي الاهلي الذهبيه. يعني في الحقيقه طبعا انا سعيد جدا باللفته اللطيفه اللي تمت من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاخ العزيز الكابتن محمود الخطيب، وده طبعا يعني تدويج على راسي شخصيا، وانا يعني زي ما قلت في الكلمه بتاعتي ان انا مبادئ النادي الاهلي هي كانت تتنا ماشي عليها، وفي الحقيقه يعني عملنا شغل مستوى عالي سواء على الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي، وكل دي نتيجه الخبرات التراكميه وكل الاحداث اللي حصلت لينا في النادي الاهلي، وتعلمنا من القيادات الكبيره اللي موجوده، تعلمنا ايه هي الروح الرياضيه، ايه هي الرياضه،
مفهوم الرياضه ايه، القياده تبقى ايه، واخد بال حضرتك ازاي. فمن هذا المنطلق انا يعني سعيد جدا ان انا اكون موجود بينكم اليوم، لا اكرم من النادي الاهلي في شخصي، وطبعا في نفس الوقت انا سعيد يمكن برضو اكتر ان انا اتكرمت في نفس اليوم اللي فيه صديقي وعزيزي العزيز الغالي. ده طبعا دي يعني عشره عمر بقالنا مده كبيره عائليا، الكابتن حسن حمدي. دكتور حسن، كلمه لجمهور النادي الاهلي. يعني طبعا انا عايز اقول النادي الاهلي نادي يعني مش موجود زيه في اي حته في العالم، وبتكلم على الجماهير والجماهير الواعيه المحترمه اللي هي بتشجع اللعبه الحلوه، بتشجع النادي الاهلي، ما بتخرجش عن المبادئ الرياضيه اللي احنا كلنا اتعلمناها، ودي حاجه جميله جدا بالنسبه للجمهور ان يبقى عنده الوعي الكافي ان هو يلتزم بالسلوك الرياضي ويلتزم بتشجيع النادي الاهلي دون غيره. يعني ما لناش دعوه بالفرقه الثانيه اللي هي ممكن بتلعب او يبقى في حاجات خارجيه او كده، وطبعا احنا دي حاجه يعني احنا بنلفظها وما نحبش ان احنا لينا ستايل معين، النادي الاهلي ليه ستايل معين، ليه مبادئ معينه سواء بالنسبه للجماهير او اعضاء مجلس اداره او الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي. دكتور حسن مصطفى، طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، بشكر حضرتك جدا والف مبروك طبعا النهارده على التكريم. انا بشكر حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، والساده المشاهدين طيبين، ونتمنى كل توفيق ونجاح للنادي الاهلي في رسالته الكبيره في خلال المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، بشكرك جدا، ميرسي حضرتك. شكرا يا جماعه. كده طبعا كان لقائنا مع دكتور حسن مصطفى، واحد من ابناء النادي الاهلي وطبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا استاذ ابراهيم، تفضل. شكرا جزيلا يا سهلا، وشكرا للدكتور حسن مصطفى. استاذ محمود، يعني دكتور حسن سعيد انه يكرم مع صديقه الكبير الكابتن حسن حمدي، ايه الروح الجميله دي؟ طب انت شفت، خدت بالك ليه؟ قال خلينا احنا في نفسنا نشتغل على نفسنا ومالناش دعوه باي حد. طبعا العلاقه ما بين الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى مش النهارده، دي سنوات. صحيح. قول معانا من مواقف جسدت، حتى لو كان يعني حصل فيها اي خلاف ولا حاجه، لكن كان خلافات بالاحترام كان دايما يحكمها النادي الاهلي. النهارده حسن مصطفى ادى رسائل في غايه الاهميه من وجهة نظر، يعني انه يطالب الكابتن محمود الخطيب بتبني مبادرة مهمة جدا لإعادة الهدوء للأجواء للرياضة المصرية، تنقيط كل الأجواء، تنقيط الأجواء، ده مفاجأة بالنسبة لي. ورد على من يشككون ومن يحاولون ان ينالوا من الرجل، لانه ايه، مشغول باللي بيحصل، مش المسألة بالنسبة، لا ده مشغول ومهتم جدا، وبيطالب شخصية بحق محمود الخطيب انه يتدخل في هذا التوقيت، والنادي الاهلي يقوم بدوره المجتمعي في انه الرياضة لابد ان تظل كما قال العميد محمد مرجان منافسة وليست خصومة، هي بالفعل يجب ان تكون منافسة، وكانت بالفعل منافسة. صحيح. ولكن حدث اللي احنا كمان كلنا يعني مرينا بالظروف اللي احنا شايفينها. لكن النهارده من هذا الموقف لابد للاجيال هتستلهم من هذا التكريم انه ده الاهلي، انه ده الاهلي، ده تقاليد الاهلي، دي مبادئ الاهلي. الحاجات دي بتخلي النشأ اللي بيتفرج او بيتابع بيشوف الفرق، ازاي معنى كلمه الوفاء، ازاي معنى كلمه انه اللي اشتغل وتعب وادى وبذل جهد وعرق في الملعب والرياضه ووصل حتى الى المناصب الاداريه دي، اهو نتيجته كده، هذا هو نتيجه النجاح والاخلاص يا استاذ. ده كمان كلام دكتور حسن مصطفى في جملة مهمة لجمهور النادي الأهلي، لما قال ستايل الأهلي مختلف. نظام الأهلي مختلف، جمهور الأهلي مختلف، وإحنا بصدد بداية موسم كروي جديد هيسمح فيه بعدد محدود للجماهير، أعتقد جمهور الأهلي هيكون مضرب المثل في الالتزام والجدية، وإنه فعلا على هذا القدر الكبير من الوعي. كلام تاني مهم جدا من هذا الحفل الذي هو بقيمة الأهلي وكبار الأهلي، بعد الفاصل.
الجيل بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تنمي النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تنمي النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تنمي النادي الأهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 لما تلاقي رئيس نادي حالي يكرم رئيس نادي سابق اعرف انك في الاهلي. ولما تلاقي كل الاجيال السابقه بصة للاجيال اللي جايه بنوع من التقدير والاحترام والرغبه في المساعده اعرف انك في النادي الاهلي. ولما تلاقي رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يقول لك انا ما شفتش زي الجمهور جمهور الاهلي في اي حته في العالم في وعي وحبه لناديه اعرف انك في الاهلي. استاذ محمود الاهلي ما فيش زيه كتير في العالم. ده كلام رئيس الاتحاد الدولي. من كرة اليد ده طبعا. طبعا. شفت ده ايه؟ لا كلام غالي على فكرة. يعني من الحاجات القليل جدا انه الدكتور حسن مصطفى يتكلم فيها. فلما يتكلم الكلام ده ما جاش من فراغ. ايوه. اكيد جاي مبني على حاجات هو شافها بعينيه وهو مع انه ابن من ابناء الليل لكن الراجل يمتلك بما فيه انه لما رايه بيتكلم في النواحي دي تعرف انه رايه نابع من قناعات مختلفه جدا هو شافها ومر على تجارب كبيره جدا على مستوى العالم. فلما يقول لك جمهور الاهلي جمهور الاهلي مع كامل احترام لكل المنافسين جمهور الاهلي شكل مختلف خالص. جمهور الاهلي هو سر قوه هذا النادي هو السند الحقيقي بالفعل هو الداعم الاساسي هو اللي وقت الازمات بتلقاه بصوره مختلفه بيقوم ليه قومه كده غريبه كده بيحاول يحوط ويحاول يحمي لغايه ما يطلعك على يعيدك على نفس الطريق ونفس النهج ليه لما يبقى في حاجه غلط بيحاول يتفاعل معاك ويحاول يشاركك ويصلح ويقول رايه بصوره. ورغم ذلك شفت كابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان بيقول ايه في وقت الازمات دي كلها للجمهور وكان بيقول لك قرارنا رغم احترامنا لجمهورنا ما بيصدرش من المدرجات قرارنا بياخد بيتوافق مع مصلحه الاهلي ومصلحه جماهيره يعني ما فيش حد بيضغط عليك بشكل او باخر زي ما البعض بيحاول يصور ان انا باخد قرار عشان ارضي الجمهور لا ما فيش تعالى نعدد لك ونفتح لك كشف كده ونقول لك كثير من القرارات اخذت ليست في صالح الجمهور والجمهور الواعي جدا والمهم انه لا يمثل ضغط على ناديه. فلما يجي يتكلم حسن مصطفى يقول طب رجعوا يا جماعه المدرجات وشوفوا جمهور الاهلي هيعمل ايه. ما تنسوش اشاده فخامه الرئيس في 2014
ايوه بالمشهد واللوحه الفنيه الرائعه المبهره في نهائي الكونفدراليه اللي قدمت شيء هز يعني عاوز اقول لك ايه هز الارض من تحت شيء مرع في ماتش تاريخي للنادي الاهلي اتقال عن جمهوره وعن عظمه هذا الجمهور وقوته وتشجيعه لفريقه حتى صافره النهايه ده بيمثل ويجسد اللي قاله الدكتور حسن مصطفى. الاهلي قيمه كبيره جدا يا استاذ ابراهيم. الاهلي بامانه شديده مدرسه مختلفه مدرسه لها كل الاحترام ومش عيب قوي انك انت تتعلم من المدرسه. ما بيقللش منك ده بالعكس ده من الذكاء انك انت تستفيد. على فكره من الرسائل الكتيره اللي جات لي في تفاعل كتير من الجماهير وكتير من المحبين المتابعين ايضا اللي هو بكر سليم واحد من قيادات نادي الزمالك الكبار وايضا نائب رئيس نادي مصر المقصه عنده تقدير كبير جدا لحفل النادي الاهلي بيشكر النادي الاهلي وبيشكر الكابتن محمود الخطيب وبيقول قد ايه انا غيور على اللي بيحصل في النادي الاهلي بس هو ده النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي اللي الناس كلها بتستفيد منه وده مش عيب على فكره لانه حتى الاستاذ محمود هو بيتكلم على انه النادي الاهلي باستمرار قراره ملوش علاقه بالجمهور ده مش تقليل من دور الجمهور بالعكس لا طبعًا. الاهلي دايما وابدا في كل العصور يضع جمهوره ومشاعر جمهوره ومصلحه جمهوره واحساس جمهوره موضع الاعتبار لكن القرار حاجه ومعلومات الجمهور عن تفاصيل الامور حاجه تانية خالص طبعًا. صاحب القرار اللي قاعد بياخد قرار براعي الجمهور براعي الجمهور وبراعي الراي العام لكن الفريق. هو في الاصل عنده معطيات الجمهور ما يعرفهاش عنده اعتبارات فنيه واداريه وتفاصيل كتيره جدا الجمهور ما يعرفهاش دليل ان الجمهور بيساند القرار يا استاذ لكن قيمه الجمهور. النادي الاهلي انه وانس ما القرار صدر الكل معاه طبعا الكل معاه اللي كان له راي ما بيفرقش لكن المختلف واللي متفق بيتوحد ورا القرار عندما فتح غرفة باب مجلس الإدارة مع صدور القرار يغلق ما يحدث يعني صحيح. دي مصدر القوة صحيح إن أنا بعد ما بيطلع المجلس ما تلقاش الكلام إيه اللي حصل يا جماعة مجلس الإدارة خد قرار طب إيه لا ما عندناش ما فيش هو قرار المجلس هو قرار المجلس وعايز أقول لك على حاجة على موقف برضو كابتن صالح سليم عليه رحمة الله مرة كنت بعمل له حوار في الفترة اللي قبل ما يجدد لهولمان وكان الكلام ان هولمان هيمشي وفرق النقاط كبير و و و 97 فبقول له كابتن انت ايه رايك في هولمان؟ قال لي ماليش راي فانا استغربت قال لي ماليش راي انا ليا قرار انا ليا قرار فعلا وده كان كلام مهم جدا في اصول الاداره بقى طبعا قال لي انا لما اكون صاحب قرار ما ينفعش عن الراي والا انا لو قلت لك المدرب وحش يبقى لازم انا امشيه طب الله ولما اقول لك المدرب كويس يبقى ما ينفعش امشيه الناس فاكر العنوان ده فبص قال لك ايه لا لا شوف انا ماليش قرار لا شوف الذكاء انا ليا راي لا شوف الذكاء ماليش راي انا ليا قرار لو له قرار لو هو قال لك رايه انا قال لك انا الحكم على الراجل انا لو قلت رايي هدخل المجلس صادرت على راي المجلس كلهم بقى عارفين انا عايز ايه لكن الصح احنا بنقعد على الترابيزه كل واحد بيقول وجهه نظره وكان قرارا تاريخيا بانك تجدد له وانت متاخر 13 نقطه وكان الاهلي راجع الدوري والاهلي كان راجع من خساره البطوله العربيه بالظبط في تونس بالظبط ماشي 2-1 مع الافريقي فانا بقول لك شوف انت هنا بقى الجمهور جمهور الاهلي في كل العصور انا قلت لك قبل الفاصل حتى في حته ارساء المبادئ في كل الالعاب الناس يمكن بتحسها في الكوره طب قول الموقف بتاع الطايره بقى لكن ايمن رشدي شفاه الله وعافاه الكابتن ايمن رشدي يا جماعه واحد من افضل ابطال الكره الطايره خد احسن لاعب في افريقيا مرات كتيره عنده ازمه صحيه يا رب ربنا يشفيه ويعافيه منها لكنه كان ضحيه قرار او كان خروجه على النظام مع جمهور الزمالك في احدى المباريات وبالمناسبه كانت مباراه كره سله مش طايره لكن مجلس اداره النادي الاهلي شاف بالكابتن حسن حمدي انه اللاعب خرج عن النظام صح رد على الجمهور الضيف بما لا يليق فاخذ قرار بشطبه بعد المباراه بعد المباراه كمان على طول لانك انت بتعمل ده وانا موجود كمجلس اداره في الملعب خلاص. انت لم تراعي النظام فبالتالي كابتن محمود الخطيب قلت لك في واقعه تنس الطاوله وغيرها وحتى في كره القدم طبعًا. انت بتاخد قرارات تنحاز فيها فقط لنظام النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي فبتحافظ على صوره النادي الاهلي هذا التراكم لانه الناس برضو ما بتاخدش بالها
النظام الإداري ده متراكم، موقف مع موقف مع موقف شكل صورة ذهنية معينة، فبقيت انت مش هتقدر تتصرف الا كده. طب هو مش قال لك في العرض على الكابتن حسن حمدي، بيقول لك لما المهندس عادل القيعي بيقول لك طب هاتوا لي انا قلت ايه في الاجتماع أيوة. اللي فات وروني بالظبط ايه الهدف من الكلام ده، هدف التاكيد والتذكير أيوة. عشان ما حدش ياخد قرار انا برجع الورق والحاجات اللي انا عاملها. كنا قلنا ماشي. ايه قلنا ايه يا جماعه عشان نوصل. قلنا واحد عشان واحد يا جماعه، هو ده السر يا جماعه. يا جماعه اللي بيحكم هذا المكان ما بيحكموش لا ده بيقول لك هات لي تفاصيل ازمته من اول ما جه لغايه دلوقتي عشان اخد قراري صح، عشان بعدين بقول لك ايه لا ده انت عملت في واقعه فلان مع فلان وعديت الحدوته دي لا ما هو ده هو ده التراكمات اللي هو حسن حمدي ما جابش الكلام ده من فراغ، كابتن حسن جاب الكلام ده من اللي قبله واللي قبله جابه من اللي ده سل كل واحد بيسلم الثاني وبيشوف تواصل. عايز اقول لك على حاجه، ان انا اتكلمت مع الاستاذ سامح الصريطي الفنان الجميل طبعاً في برنامج دفاتر محاضر مجلس الاداره. يدهشك انك انت تلاقي كل التفاصيل في اجتماعات المجلس موجوده من اول اجتماع لمجلس الاداره. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، انه حتى النظام الاداري بتاعه محكم ومنضبط من اول جلسه، من جلسه تاسيس النادي كله مكتوب وبخط اليد، مش قالك كاتبه يعني، حتى في الاجيال الجديده دلوقتي كل حاجه بتتكتب بالتفصيل لامانه الاجيال. فعشان كده لما اي مسؤول بيتولى عنده فيما يشبه المرجعيه والنظام. طبعا طبعا انت طبعا. ماشي على دستور ثابت ومتراكم الناس حفظته. الاهلي يمشي ازاي يتصرف ازاي في المواقف. طب مالكش تاريخ هيبقى حاضر اطلاق هيبقى مستقبل ولا ترتب لمستقبل، هو تاريخك ده مبني على ايه؟ مبني على التراكمات والمواقف، تراث مواقف. ايوه طبعا ابدا ما هو ده انت بتستمد منه قوه. انت ده انت حتى لما تبقى انت كراجل كاتب وصحفي كبير لما تيجي تعمل حاجه عن قضيه معينه بتسترجع ارشيفك القديم او ارشيف المؤسسه، بتحاول تجيب ايه احنا سنه كام عملنا ايه يعني. عاوز اقول لك ايه، انت هنا بتستمد كل بتبني حاجه للمستقبل، فبتبنيها على تاريخك وعلى قديم. فاللي انا بقوله لك انه كل الكلام ده يا جماعه بامانه ولكل منصف واعي ما تاخدش نفسك، سيب المنافسه منافسه الملعب، لكن تكلم عن المؤسسه تكلم عن تاريخ المؤسسه تكلم عن المواقف والتراكمات والحاجات اللي حصلت فيها، تكلم عن اللقطات المهمه جدا اللي كان ممكن انا يخسر بطوله واثنين وثلاثه، لكن يبقى الهدف والمعنى ان انا ابقى رساله، انا ابقى مؤسسه ليا رساله ودور باديه بحافظ بيه على كيان دوله. المؤسسات دي الدولة هي مجموعة من المؤسسات والكيانات المهمة جدا اللي بتلعب دور وخطوات. إذا ما كانش عندي هذه المؤسسات بهذه الثقة هيبقى أنا في الناتج المحلي ما عنديش قرار، ما عنديش وضوح، ما عنديش هدف ورغبة في الحياة. مصر كدولة أنت لما تبص عليها كده تلاقي فيها قوة ناعمة وفاعلة ولها دور بره، ليها رد فعل، ليها اهتمام، ليها تناول، من بينها النادي الأهلي وغير النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي شمعة مضيئة منورة بما يبذل من جهد من أبنائه، وكل أبنائه بيسعوا للحفاظ على هذه الشمعة حتى تظل. طبيعي جدا وإن الشمعة دي يعني هتصطدم بمن يحاول أن يطفئها. طبعا طبعا، ولكن بالثقة في الله سبحانه وتعالى وإصرار أبنائه ومن خلفهم جمهور الأهلي الواعي الفاهم، سيبقى الأهلي دائما منارة من منارات الرياضة المصرية للوصول إلى أبعد مما وصل إليه الأهلي. وده كلام مهم يا جماعه في المسؤوليه العامه للنادي الاهلي. هو ده الدور الوطني الكبير للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لما بيقوم بكل هذه الادوار، لما بينظم حفل بهذه القيمه، هو بيعلم ولاده قبل اي حد، والخطاب لولاده للاجيال الجديده من ولاده ازاي تقدر الكبير، ازاي كبيرك يكون في هذه القيمه وهذه المكانه، ازاي يبقى فيه نوع من الامتنان والعرفان والتقدير للي بيدي. انتوا شايفين حرص الكابتن محمود الخطيب يقول ايه عن الكابتن حسن حمدي ويشكر الدكتور حسن مصطفى، وشفتوا الكابتن عادل القيعي المرجعيه الاهلاويه والايقونه التاريخيه للنادي وهو بيحكي على مواقف مشتركه مع الاثنين. شوفوا مجلس اداره النادي الاهلي في 76 وهو بيولي الكابتن حسن حمدي اداره ملف كرة القدم كمدير للكورة. هو ده انك انت باستمرار ليك كبير، باستمرار كلمة الكبير هي اللي بتمشي، باستمرار حريص على
تقاليد هذا المكان. استاذ محمود اتكلم اكتر من مره ان في ناس بيضايقها ان انت بتتكلم على التقاليد. لا، العيله المصريه، اي اسره كبيره في مصر ده هي تقاليد. ده هي مشكلتنا دلوقتي بالظبط، انه فيش كبير، انك انت باستمرار الاسره المصريه افتقدت الكبير على فكره، وكبير الاسره وكبير العيله هو ده. فانت هذا الدور وانت بترسي هذه المبادئ وهذه المفاهيم عند الاجيال، انت بتربي نشء، انت بتربي نشء وبتخلق كوادر، تخلق كوادر فاهمه قيمه الكبير، فاهمه دور النادي، فاهمه الكبار دول بيتصرفوا ازاي. الساده اعضاء مجلس الاداره من الشباب ومن الاكبر سنا اللي قاعدين في مقدمه الصفوف شايفين كبار الاهلي بيتصرفوا ازاي وبيحافظوا على قيمه ومكانه النادي الاهلي ازاي. نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه لو دورتوا على سر من اسرار المشهد الرائع اللي انتوا شفتوه في معهد الموسيقى العربيه اللي تجلت فيه حاله التناغم الرائعه بين اجنحه القوى الناعمه المصريه، معهد الموسيقى العربيه بكل تراثه الموسيقي، معهد انشئ 1914 يعني 7 سنين فقط بعد نشاه النادي الاهلي، فمن خلاله النادي الاهلي يختار هذا المسرح التاريخي مسرح معهد الموسيقى العربيه عشان يقدم فيه بكل التناغم هذه الاحتفاليه الراقيه جدا، ويختار ليها الموسيقار المبدع الرائع عمر خيرت عشان يتالق ويمتع الجميع بموسيقاه. هذا التناغم الرائع اللي انتوا شفتوه، شوفوا حاله الحب المتدفقه فيه، شوفوا الكابتن احمد شوير وهو بيقدم الحفل بيتكلم ازاي حتى على فرقه الشمس والدكتور حسن مصطفى وانيس بيه عطيه ربنا يقدس روحه، وشوفوا تذكر الدكتور حسن مصطفى للتفاصيل وللفنان الرائع الكبير الاهلاوي الملك فريد شوقي. الكلام ده ما يحصلش الا لانه في حب. مفيش حب مش هيحصل. شوفوا حاله طيب الحب طيب اللي طيب في هذا النادي بين ولاده. شوفوا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وهو اكتر حاجه حاسس بيها بسعاده انه كرم بجانب الكابتن حسن حمدي صديق عمره واللي قال فيه كلام كتير كلاهما يستحقه. استاذ محمود، فلسفه الحب انت رصدها ازاي؟ ما دي احد عناوينها المهمه جدا. والحب ده عنوانه بيغلفه هو الاهتمام. الحب هو الاهتمام. لو ما فيش حب من مجلس اداره الاهلي ما كانش اعتنى بالامر، كان ممكن يعدوا الامور عادي زي اي مجلس اداره وخلاص والحياه ماشيه. مش هنفكر بقى في تكريم فلان ولا علان، لكن لان هناك حب طرحه الاهتمام والاحترام. الاحترام، ما انا بقول لك دي من اخطر الرسائل على فكره، من الرسائل المهمه جدا. انا بدي للنشء اللي طالع اللي بيتفرج وبيشوف وبقول له شوف النتيجه ايه؟ نتيجه الجهد والعرق. ودي من الحاجات المهمه جدا حتى لو انت تلاحظها، انه فخامه الرئيس حتى لما اهتم بالرياضه اهتم بمشهد التكريمين، تكريم كافه الابطال، كلامه حتى بيتكلم عن انك انت بتدي مصر عامله ايه، بتوصل لفين. شوف رئيس الدوله، رئيس الدوله بيهتم وبينتظر وبيتابع ويبعت رسائل وبيعمل على تويتر، ده دليل على ايه؟ التفاعل والمتابعه. ما انا بكلمه اهو، والمشروع ده يخلص في قد كده لو هو اصلا مش متابع هذه المساله. ايوه، ومحب ليها. ايوه، ومحب لنشأ بلده. كان يتابع؟ ما كانش هيتابع. انت لما تيجي تبص على النادي الاهلي وتبص على المراحل السابقه اللي فيه والمواقف، كثير من المناطق اللي بيحكم فيها الاهلي وسر نجاحاته انه الحب بالاحترام بتقدير قيمه المكان بيكون نتيجته اللي انت شايفه ده يا استاذ ابراهيم. الاهلي حاجه انا من وجهه نظري كمتابع يعني ممكن الناس تتضايق، الاهلي حاله خاصه بالنسبه لي بعد رحله 30 سنه. ماشي، رحله 30 سنه شفت فيها مواقف وشفت فيها حاجات بامانه شديده. هذه المواقف هي من صنعت واوصلت هذا الكيان الكبير الى ما وصل اليه الان، وبامانه شديده يستحق الاهلي ان يصل الى ما هو ابعد. واعتقد في طموحات مجلس اداره المستقبلي ان شاء الله اللي جاي هيكون عنده افكار ورؤى من خلال تبني حاجات كثيره جدا هيكون فيها مفاجآت للنادي الاهلي، من خلال بناء الاستاد، من خلال العلاقه كمان مع الجامعه الامريكيه وصناعه الكوادر والكلام، من بناء تبني الفكر كمان نحو انشاء
حاجات هتكون مفاجاه اعتقد هيقدمها في البرنامج الجديد النهارده. كابتن محمود الخطيب اكد على ما تم ارساءه منذ نشأة هذا الكيان بالحب والاحترام، تواصل عائلة الأهلي وأسرته صغيرا وكبيرا المواصلة والحفاظ على نقطة أساسية وفاعلة هي المبادئ والتقاليد، سيظل الأهلي دائما في مكانة أخرى. طيب، واحدة من الثمار المهمة في الاحتفالية الراقية الأنيقة طرح الدكتور حسن مصطفى أنه مبادرة للم شمل الأسرة الرياضية في مصر. طبعا. وإزاي الناس تقدر تتلاقى، وإزاي تقدر تتصافى، وإزاي تقدر تعمل تنقية لهذه الأجواء. الكلام ده بيتقال، وأعتقد كان موجود في جزء من الحفل في بدايته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كيف ترى دور الوزارة ودور مسؤول دولي كبير في حجم الدكتور حسن مصطفى؟ هو طرح مهم جدا على فكرة، بس عشان تعمل طرح برضو ما لازم مبني على اسس يا استاذ ابراهيم. يعني انت لازم نكون واقعيين، ما تعرض له مجلس اداره الاهلي والنادي الاهلي على فتره 4 سنوات من تشويه وتجريح وتطاول بصوره مبالغ فيها من اجل النيل من هذا الكيان الكبير بصوره، اعتقد البعض انه قد يخدش الصوره، هو مخطئ في هذا التصور. هو مخطئ ولم يتوقع انه يبقى عنده رد الفعل، هو توقع انه الاهلي وادارته هتنزل الى هذا المعترك، ولكن فوجئ بحاله من الصمت والمراقبه والالتزام. فوجئ، وعندما احدث الاهلي جزءا من الرد البسيط جدا كانت المفاجاه، البعض طالب بالنادي الاهلي بان يتوقع، امر غريب جدا. لكن انا عاوز اقول لك نحن نتمنى ان تصبح المنافسه هي منافسه، وان يصبح الملعب هو الفيصل، وتبقى العلاقات اللي دايما شفناها. انا اول مره اشوف حاجه زي كده، انا دايما شفت الاهلي والزمالك ومجالس اداراتهم مثلا والاسماعيلي والمصري وكل الكلام ده كان دايما في العلاقات قويه جدا، علاقات بعد نهايه المباراه حتى لو حدث بعد الشيء، وده امر طبيعي جدا في كره القدم على فكره، ينتهي بنهايه المباراه. لكن ما حدث في الفتره الاخيره امر يتوقف على الدوله، واعتقد اشرف صبحي تبنى اكتر من مرحله. لكن عاوز اقوله المساله ليست بالامر السهل، تحتاج الى عمل كبير جدا. لا، ولما يجي الطرح من حد زي الدكتور حسن صبحي عنده باور وعنده سلطه وعنده اراده وعنده رغبه وله تاثير وله قيمته. ما انا بكلمك اهو، الكلام ده ما يتمش كده في مجرد كلام، لا ده عاوز جلسه، جلسه تقعد فيها الناس الكبار تتكلم مع بعض ويشوف فيها ايه اللي حصل، وصلنا للمرحله دي ازاي. اعتقد دي من الحاجات المهمه جدا، اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى انه يكون فعلا يتبناها الكابتن محمود الخطيب مع الدكتور حسن مصطفى مع الدكتور اشرف صبحي مع كثيرين من القامات الرياضيه الموجوده في مصر، ان شاء الله نخرج من الدايره اللي احنا شايفينها. الان الحقيقه في الحفل الكبير جدا، حفل الكبير في احتفائه وتكريمه لكباره الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي، بيأكد على مفاهيم مهمة جدا لدور هذا النادي العظيم في خدمة وطنه. لما المهندس عدلي تحدث قال لك لأنه النادي نشأ في الأصل على أرضية وطنية ولأهداف وطنية، فصيغت أفكاره وطموحاته بضوابط شديدة جدا عبر كل العصور، حافظ عليها عظماء الأهلي الجيل بعد الآخر. بس اللي بيحصل النهاردة النادي الاهلي اذا كان مجلس الاداره اللي بتنتهي ولايته خلال هذه الايام والانتخابات 25 و26 نوفمبر ان شاء الله، اذا كان بيساهم بدوره الكبير في خدمه وطنه وبيتفاعل مع الدوله المصريه في نهجها الجديد وفي طموحاتها الكبيره وفي ثورتها الانشائيه والاعماريه واسعه المجال من خلال هذه المقار المتعدده والمتطوره بكل ما فيها من بنى تحتية رياضية بتضيف للبنى التحتية الرياضية المصرية وبتقدم جهد من النادي وجزء من دور النادي في التحديث والتطوير والتعمير في كل الأماكن. لا، هذا الحفل بيساهم به النادي الأهلي في خدمة وطنه وشباب وطنه وأبناء وطنه حتى الصغار في الكثير من البناء للأفكار، في تطوير الإنسان، في إرساء قيم ومبادئ تحتاجها كل الأندية. مش بس إن إحنا الناس تقصر التقاليد والمبادئ على النادي الأهلي، نتمنى إنه كل الأندية
يكون عندها هذا الحرص على تقاليد رياضية، على مبادئ رياضية، على أسس رياضية. دكتور حسن مصطفى لما اتكلم يا جماعة دي رياضة، وحتى العميد محمد مرجان لما عقب احنا بنتكلم في منافسة رياضية، مش في لا في عداء ولا في حروب، احنا بنتكلم على منافسات رياضية، والجمهور عليه ان هو يتفاعل معاها من خلال هذه الأرضية. دي منافسات رياضية يجب ان تحكمها الروح الرياضية، يجب ان تسودها كل قيم الرياضة، علشان في النهاية فعلا الناس تستمتع بمتابعة الرياضة، بممارسة الرياضة، بجني ثمار الرياضة اللي احنا داخلين فيها على موسم جديد يا استاذ محمود. اه طبعا موسم مهم جدا على فكرة، انت عندك موسم مزدحم على فكرة، موسم استثنائي. طبعا يعني ربنا يكون بعون طبعا اللي هيقائمين على المسألة، سواء رابطة الأندية او حتى اللجنة الثلاثية بتدور اتحاد الكورة. رغم ان احنا قلنا في البداية انه المفروض الموسم ده يبقى استثنائي، انك انت تعمل شكل للدوري مختلف حتى تخرج، لكن قالوا ان الانديه كلها رفضت تعديل شكل المسابقه واحتفظوا بيه. خلاص. لكن عندك انت خلاص الموضوع انتهى، لكن عندك طموح، والطموح رقم واحد بالنسبه للكره المصريه هو الوصول لكاس العالم 2022. وعندنا اربع انديه بتخوض. وعندك اربع انديه بكره وبعده. جمعه وسبت. طبعا اربع لقاءات العوده في دوري اربع انديه، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. وعندك كاس عرب جاي. وعندك كاس امم افريقيا جاي. صحيح. خلاص. سعيا وراء كاس العالم ومشاركه الاهلي في كاس العالم. وعندك 200 يوم تاجيل. عندك 200 يوم تاجيلات على مدار وعندك كاس مصر قديم ما انتهاش. صحيح. وعندك كاس وعندك دوري 99 ما اتحسن. ايوه. انا بقول لك يعني الارتباطات المؤجله. كل الحاجات اللي انت شايفها دي، لكن الناس عندها امل في انك انت تبدا النقطه الاهم، واتمنى يبقى فيها جهد كبير جدا، هي عوده الجمهور. يعني حتى لو بدأنا بألف، عاوز أقول يا جماعة ماشي هنبدأ بألف، بس أنا عاوز مع نهاية على نجاح. أنا عاوزك التجربة تنجح الأول، الألف يبقوا ألف، ألفين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أتمنى إن شاء الله، عندنا أمل إنه نتفرج على كورة، نتفرج على تصوير، نتفرج على حكام فار يكون عندهم ضمير، نتفرج على حكام برضو مهمين جدا كلهم شخصية في الملعب، محدش طالب من الحكم، محدش بيطلب من أي حكم إنه يساعده، بالعكس كل المطلوب أي نادي بيطلب العدل في إدارة المباريات، طالب كمان في لجنة المسابقات، في كل اللي بيحصل ده كله. أتمنى إن مسابقة الدوري يبقى لها جايزة، يعني يبقى إيه عشان تدي طموح يا أستاذ إبراهيم للمشهد، إدي جايزة لبطل الدوري. أنا ما قعدتش معاك فترة طويلة من أيام موسكو، فالحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتنا جدا. الله يخليك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري، مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي بالأهرام. كنا سعداء بالتواصل مع حضراتكم في هذا البث اللي كان استثنائي بكل تفاصيله. اعتقد استمتعتوا بروح الاهلي، بشكل الاهلي، بكبرياء الاهلي، بشياكه الاهلي، باناقه الاهلي. كانت صوره رائعه جدا معبره عن قيمه النادي الاهلي الكبير، وهو يكرم كبيريه. الكابتن حسن حمدي متعه الله بالصحه والسعاده والعافيه، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وتمنياتنا ليه بمزيد من النجاحات المشرفه لمصر عالميا. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، ويبقى الأهلي كيان. تصبحوا على خير. وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقط، وكفاية عالأهلي انه الأهلي نقطة ومن أول السطر. الأهلي
من اللي